الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى إخوان في هذا الفيديو. هذا الفيديو حول بوست ديزاد، وسأحاول من خلاله تعريج على نقطة مهمة. لاحظت مؤخرا عند، يعني دعوني أولا ندخل إلى هذا حساب بوست ديز هذا. يعني كما هو معلوم أصبحت طلب البطاقة الذهبية، تتبع البطاقة الذهبية إلى آخره، أصبحت كلها متضمنة في حسابك OCCP. يعني إذا لم يكن عندك حساب انترنت OCCP لم يعد بإمكانك لا طلب البطاقة الذهبية ولا تتبعها. وهناك يعني خدمات أخرى أصبحت ضمن هذا النطاق حين تم أو في الوقت الذي تم تغيير فيه الأرضية أو أرضية OCCP. إذا ندخل مباشرة نكتب OCCP، تستطيع أن تجد الرابط أسفل الفيديو. إذا هذا هو OCCP، دعوني أغيرها إلى عربية. لاحظ هذه الخدمات التي أصبحت في ضمن هذا النطاق، نطاق OCCP أو حساب OCCP، فتح حساب، تتبع الطرود، البطاقة الذهبية، دفتر السكوك، كشف الحساب، كذلك مستخلص كشف الحساب. إذا أنا سأدخل هذا هو يعني رقم الحساب، كتبت رقم الحساب. الآن الباسورد أو كلمة المرور. على ذكر كلمة المرور إخوان، كاباتشالي، ماذا الكاباتشا هذه؟ دراجة نارية، أنا لا أعرف الدراجة النارية هذه. عفوا، على حساب يعني على غير كلمة المرور إخوان، حتى لا تنسى كلمة المرور، مهم جدا أن تضيف هنا أين هنا في الحساب، أين هنا، ضغط على هنا رقم الحساب، البريد الإلكتروني، ضيف بريد إلكتروني، اجعل حسابك يتضمن بريد إلكتروني، لأنه في البداية لا يطلب البريد الإلكتروني. إذن عندما تسجل ضيف بريد إلكتروني تحفظه وعندك الباسورد الخاص به. لماذا؟ حتى إذا نسيت كلمة المرور يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني. لكن ليس هذا هو موضوعنا، موضوعنا هنا على البطاقة الذهبية. نذهب للبطاقة الذهبية. لاحظوا هذا الحساب عنده البطاقة الذهبية، يعني طلبتها وتم طلبها، ولكن طلبتها سابقا قبل فتح OCCP، يعني لما طلبتها يعني قبل 3 أو 4 أشهر لم تكن هناك أرضية جديدة للOCCP. الآن بالنسبة للذي يريد طلب البطاقة الذهبية، يعني لاحظت أن هناك شخص، يعني هنا في هذه الصفحة البطاقة الذهبية تظهر له رسالة، حسابك غير مؤهل لطلب البطاقة الذهبية، حسابك غير مؤهل لطلب الحساب البطاقة الذهبية، يعني your account is not authorized كذا كذا كذا، يعني غير مرخص له بطلب البطاقة الذهبية. وهذه معضلة. المشكل هنا لا أعرف إذا كان عام، يعني كل الأشخاص الذين سيطلبون البطاقة الذهبية من هذا الموقع يجدون هذا المشكل، أو تقتصر فقط على هذا الحساب. إذا كانت تقتصر على هذا الحساب فالمشكلة هنا بسيطة، لكن إذا كانت عامة فهذه كارثة، هذه كارثة بمعنى الكلمة. إذن أنتم من خلال تعليقاتكم، من خلال مشاركاتكم، من خلال تفاعلكم، الذي عنده حساب أو فتح حساب OCCP ويريد أن يطلب البطاقة الذهبية يخبرنا، هل هناك رابط طلب البطاقة الذهبية أو طريقة طلب البطاقة الذهبية شغالة، أم نفس الرسالة حسابه غير مؤهل لطلب البطاقة الذهبية. إذا كانت مشكلة عامة فقلت هذه كارثة. إذن أتركوا لنا تعليقاتكم، شاركونا التجربة كما شاركها معنا السريق هذا الذي رسلني بخصوص حسابك غير مؤهل لطلب البطاقة الذهبية. وإلى أن يظهر الحل إخوان، أقول لكم دمتم في أمان الله، والسلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.